انت بتقعد على ركبك من الساعة 4 الفجر للساعة 12 الليل. لا انا ما كنتش عارف انه بتصور، يعني انا تفاجأت ان انا شفت الصورة هاي. كانت تمطر، اختار منطقة اللي هو الاسفل ومباركة مي، كل هيتنا نزلنا في المي، قعدنا في المي من اول وجديد وانت مشلع على ركبك. اسماء مساجين كانوا معي، يعني كنت محبوس انا وياهم. انا ابراهيم عاطف سالم من مخيم جباليا. 9/12 تم قصف بيتنا بشكل مباشر، استشهد 6 في عندنا في الدار، ولادي صابوا اصابات خطيره، فرحت على كمال عدوان، اضطريت اني اروح على مستشفى كمال عدوان، ومن هناك تم اعتقالي. ابوي لو دفنت اخواته؟ قلت له في كمال عدوان، قال لي ورجيني اياهم وين دفنتهم. لف الشاشة علي، مشيت قلت له هاي الحديقة ها. ما بقول هذه الحديقة ها دفنتها؟ لو بقول له لو بشقلب الصورة زي هيك لا بتطلع صورة جرافة، شقلب الأرض مجرفة كل هيته، كل منطقة مجرفة، شقلب لو إيش في الكباش جثث، طلعت الجثث زي هيك في الكب في الصورة. اللي أنا بقول له مش عارف إيش أنا حكيت، أو هو اللي هو بقول لي كم واحد دفنت؟ اللي أنا بقول له 6. اللي بقول لي عدهم، قلت له 6. اللي بقول لي أنا هدول أخوته، بدروا لك زيت على الأرض وبطلقوا عليك كلاب، مغمض عينين مكلبش يدين ورجلين، تشوف الكلب هو بيقرب منك بيهمل عليك نفسه هو هو، إنهم ياخذوا واحد يضربوه 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 وفجأة يطلخ لك طلق انه ما انه قتله. احنا وانا في النقب صرنا نحكي مع بعض الشباب، معقول يا شباب حد مرة عليك؟ صرنا نقول بس ما كانوش يقتلوا. في ناس يقول لك لا يا عمي قتلوا على الحاجز، اسفل براكس موجود وسدي. فجأت انه اسمه انا سدي 8 ولا بصرش اسمه. لما انا هي حبسنا في النقب 150 نفر على حمام واحد،